وقفنا معاه في الكلام عند تفصيلة دور ال 32 من البطولة الإفريقية وبطل النيجر اللي إن شاء الله هنواجهه في منتصف أكتوبر. توقعات حضرتك إيه؟ وهل موسيماني عموما في الفترة دي بصفة خاصة محتاج يعيد تأهيل اللاعبين نفسيا بحيث إن هو ينسيهم سواء إنجازات الماضي أو حتى إخفاقاته، لأن إحنا داخلين على مرحلة جديدة؟ اسمح لي بس أتقدم بالتهنئة بالنسبة ذكر اسم النادي الأهلي العظيم اللي فريقنا كرة السلة على فوزه ببطولة العربية، وده إنجاز يعني يحسب للفريق والمجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، فيعني وليها طعم خاص يعني. صحيح. يعني غير الكورة يعني طبعا كلنا بنحب الكورة، بس طبعا البطولة العربية كرة السلة شيء جميل يعني. بالنسبة لسؤال حضرتك يعني لازم اللي فات كله اتحط ورا ظهرنا، يعني في حاجات حلوه في حاجات مش لذيذه، فطبعا موسيماني لازم يكون مدرك هذه النقطه واللاعبين ايضا. يعني يعني فرقه الاهلي مع فوزها ببطوله دوري الابطال والمره الثانيه على التوالي والنجم العشرة برضه ودعوا الموسم، يعني الجماهير زعلانه منهم شويه، دي نقطه يعني لازم هم حاسينها، وكل لازم يستهل الموسم بقوه الموسم الافريقي يعني طبعا. يعني طبعا هو يوم الماتش يوم 16، فطبعا بطل النيجر مش هنستهين ان هو فريق في الدرجه الدور 32 وان هو فريق يكاد يكون مش معروف اسمه كتير، فيعني لازم يكون في قوه من البدايه، لان انا بطل نادي فرقه النادي الاهلي فرقه بطل طب. بيدافع عن لقبه، ولازم نستهدف من يوم ده يوم 16 اكتوبر النجمه العشر ال 11 ان شاء الله. فيعني الاستهانه باي حاجه يعني هيبقى شيء في مغامره مش كويسه، والفرقه خدت نفسها شويه الحمد لله، ودي كانت نقطة مطلوبة إلى حد كبير في الفترة اللي فاتت. اللعيبة يعني نجومنا اللي جوه المنتخب أو بره المنتخب يعني استطاعوا إن هم في الفترة الأخيرة التقاط الأنفاس عشان يستهلوا الموسم الجديد، وإن هنرجع من أفريقيا هنخش على إيه؟ على الدوري على طول دولي. يعني فطبعا لازم يكون ظهور قوي جدا. واتوقع ان يعني الاهلي هيعمل نتيجه ايجابيه جدا في النيجر، وبالتالي في القاهره ان شاء الله في مباراه العوده تمهيدا لدخول دوري المجموعات. يعني البطوله المره دي مش هتكون سهله يعني اكيد، لان توالي البطولات المسابقات على الاهلي واستهدافها ان جماهير الاهلي لا تقبل غير تحقيق البطولات يكون حمل على اللاعبين، بس الحمد لله إدارة الأهلي دعمت الفريق بعناصر عديدة هتدي حيوية و يعني شباب من جديد ودماء جديدة في الفريق. نتمنى أن يكون الجميع في حالة تسابق للإجادة والتألق إن شاء الله.